تعالى. بندر، جبت الدراهم اللي ابوك اياها؟ هذا وقته الله يهديك يا خال. اي وقته. والله ما ادري ايش اقول لك يا خال، يعني انا منحرج منك بالحيل، لكن البنك عيه قال ما في قرض. قلت له ليش ما في قرض؟ قالوا انك انت ماخذ قرض، اللي هو بيت اللي انا ساكن فيها الحين هو القرض هذا. هذا 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 مو باتفاقنا. يا تنق فلوسي هالحين، تنق فلوسي هالحين، ولا ترى الغي العرس والزواج. تبيني الغيه؟ الله يرحم والديك، الله يرحم والديك. دخل على الوظف عليك، الله يرحم والديك، الله يرحم والديك. دخل على الوظف عليك. تبي استر عليكم، استر عليكم، وخلي العرس يتم. الله يرحم والديك. قم معي. وين ولد؟ عسى ما شاء الله، عسى خير ان شاء الله. لا 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 لا، هذا مواضيع بيني وبين بندر، ونبي نحله، نبي نحله. ما في منقود ولا شيء. ابدا، خليك مع المعزيم، مع المعزيم رح مع المعزيم رح. والله العظيم يا خال، والله العظيم ما عندي شيء، والله العظيم حتى عمي ما عنده شيء. اسمع يا بندر، اما جبت ال100,000 ترى بيتك لي. يا خال حرام عليك يا خال، يا خال خف ربك يا رجل. خايف الربي، هذا حق يا بندر حق. انت الموقع على الورقة، البيت ابيعه، هو باخذ حقي، هذا حقي، والباقي لك، والسعي وال10 15 لي، الحق حق يا ريال. نكمل العرس.